اخترنا العنوان ده لانه الفتره الاخيره حصلت بعض الاحكام والقضايا ضد الاقباط اللي اثارت اشكاليات وجدل كبير حوالين موقف القضاء من الاقباط. ويمكن احنا اتناولنا قبل كده في ملفات فكره التمييز ضد الاقباط في القضاء. تابعنا الحكم الاخير اللي صدر ضد القس ماكاريوس كاهن كنيسة المريناب في أسوان، اللي صدر ضد حكم بست شهور سجن و300 جنيه غرامة في قضية يعني كانت مسار جدل، واللي كان بسببها وقعت أحداث مزبيرو واللي استشهد فيها 27 شخص عندما خرجوا للاحتجاج على الهجوم على الكنيسة وهدمها في الوقت اللي كانت فيه الأقباط معاهم الترخيص والأوراق الرسمية اللي تثبت حقهم في إقامة الكنيسة، ولكن المحافظ نتيجة استجاب لضغوط المتشددين وبدأ يتراجع في كلامه ومارس ضغوط على الأقباط إن هم يهدموا الكنيسة ويقللوا الارتفاع. بالفعل نتيجة الضغوط الكنيسة كان بدأت فعلا بهدم جزء من القباب وأقرت بذلك، لكن حصل الهجوم على الكنيسة في الوقت نفسه وتم تحرير محضر أنهم لم يتمكنوا من إزالة الارتفاعات أو ما تم إقراره من قبل المحافظ نتيجة الهجوم عليه، وتم تحرير محضر في الشرطة وتم تقديمه للمحكمة في للقاضي أثناء نظر القضية اللي رفعها مجلس المدينة على كاهن الكنيسة أنه خالف الارتفاع، علما أنه في القرى أصلا في القرى ما فيش أصلا قانون تنظيم بناء، لكن القاضي أصدر في أول حكم ليه 6 شهور على القس ولم يراعى أي من الأوراق التي قدمت بأن الكنيسة توقفت نتيجة الهجوم عليها ولم تتمكن من إزالة الارتفاع. في نفس الوقت حكم صدر ضد مدرس قبط في أسيوط مكارم دياب ب6 سنين سجن في قضية هي الأسرع في تاريخ أحكام القضاء، في خلال 4 أيام فقط يصدر الحكم على هذا المدرس في قضية جنحة أقصى عقوبة لها هي 3 سنوات، ولكن الحكم صدر ورغم أنه لا يوجد أي دليل قاطع ضد هذا المدرس، ولكن نتيجة وجود بعض الشهادات من بعض زملاء السلفيين حول هذا المدرس صدر الحكم في أول جلسة، وأيضا من قبل قضية أيمن منصور يوسف قضية 3 سنوات سجن في إصدار الأديان في الوقت اللي احنا بنقول لماذا يكيل القضاء بمكيالين. هناك عشرات البلاغات المقدمة ضد أشخاص يزدرون المسيحية ويحرضون على القتل مثل محمد عمارة وسليم العوة وغيرهم، ولما ينظر القضاء في هذه الأحكام، وأيضا عندنا قضايا اختفاء الفتيات ومعاملات يعني هنتكلم عليها في هذه الجلسة.